أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، والتي نناقش فيها حيثيات مبادرة كيري وما الذي يمكن أن تفضي إليه. رمى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حجراً في المياه الراكدة للأزمة اليمنية بإطلاقه مبادرة عرفت بخطة كيري، لكن هذه المبادرة في نظر مراقبين لم تكن سوى إعادة النظر للأزمة من زاوية مختلفة. فالنقاط الأساسية للمبادرة الأممية التي سبق لولد الشيخ طرحها في الكويت هي نفسها التي وردت في مبادرة كيري، غير المكتملة وغير الواضحة بالقدر الكافي. اقترح كيري تشكيل حكومة شراكة وطنية بالتوازي مع الانسحاب وتسليم السلاح الذي بات ينصرف بشكل خاص نحو الصواريخ البالستية التي يطلقها الانقلابيون على الجانب السعودي في الحدود، وهنا اقترح أن يتم تسليم هذا السلاح إلى طرف ثالث محايد. لم يستغرق كيري في مزيد من التفاصيل، وأوكل الأمر إلى المبعوث الأممي الذي سيتعين عليه خلال شهر أن يجري مشاورات لإعادة إطلاق جولة رابعة من التفاوض، في حين عبرت الحكومة عن استعدادها للمشاركة في أي مشاورات تستند إلى المرجعية الثلاث. صرح الإنقلابيون أنهم سيتعاملون بإيجابية مع أي مبادرة، وجعلوا وقف تحليق طيران التحالف شرطا للذهاب إلى جولة مشاورات جديدة. فهل الشروط الموضوعية على الأرض يمكن أن تسمح بتطبيق مبادرة سلام في اليمن، أم أنها تهدف فقط للمراوحة في هزلية التفاوض على حساب الحسم العسكري؟ والمصلحة من تأتي مثل هذه الأفكار؟ وبماذا تختلف هذه المبادرة عما تم التوقيع عليه من قبل وفد الحكومة في الكويت؟ كل هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها مع ضيفينا من اسكتلندا، البروفيسور في جامعة أدبرا نابير أحمد الدبعي، ومن صنعاء الكاتب الصحفي نبيل حيدر. أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأدعوكما في البداية للإجابة على السؤال المشترك باختصار. البداية معك سيد نبيل، هل تعتقد أن خطة كيري يمكن أن تفضي إلى تسوية سياسية تخرج اليمن من حالة الحرب إلى حالة سلام؟ بهذه السهولة، هناك تجارب سابقة، كان لدينا كويت واحد، وأيضا كان يفترض أن يكون هناك كويت اثنين، وكان قبلهما هناك جنيف واحد وجنيف اثنين. والحقيقة أن هناك أسس لأي تفاوض، هذه الأسس ينبغي أن تكون مبنية على وجود رغبة حقيقية في إيقاف الحرب أياً كانت الحرب في أي بلد كان. لكن من الواضح جدا أن هذه الرغبة لا تزال غير متوفرة لدى الطرف الذي يشن عدوانه على اليمن، والذي أيضا يتحالف مع أطراف داخلية ويفرض عبرها بعض المسارات التي لها علاقة بفرض الحرب الداخلية. نعم. المطلوب بكل بساطة أن هذه المبادرة بعيدا عن حكاية وضوحها أو عدم وضوحها، يجب أن تكون مبادرة حقيقية، والمبادرة الحقيقية يجب أن تكون متكاملة، وهذه المبادرة ليست متكاملة، ليست كاملة بالشكل الذي يجب أن بالشكل الذي يدفعها نحو الطاولة ويجعلها محل نظر من الجميع. ومع ذلك كل الأطراف تقريبا أعلنت تجاوبها مع المبادرة كما أشرت في المقدمة، لكن هناك إشكاليات عديدة وأظن أنها محل بحث حاليا. نعم سيد نبيل، هذه التفاصيل ستكون هي نقاشنا أو مواضيع نقاشنا لهذه الحلقة. تحول إليك الدكتور أحمد الدبعي، والسؤال نفسه، يعني هل تعتقد بأن مبادرة كيري يمكن أن تفضي إلى تسوية سياسية وحل يخرج البلد من حالة الحرب إلى حالة استقرار وسلام؟ نعم دكتور أحمد، إذن نعم نذهب إذن أعزائي المشاهدين، أدعوكم المتابعة وضيوفي الكرام الدكتور أحمد وسيد نبيل حيدر لمتابعة هذا التقرير الذي يوضح بنود مبادرة كيري وأبرز ردود الفعل تجاهها، ثم نعود لاستئناف النقاش. نشرت السفارة السعودية في واشنطن بنود مبادرة كيري بشكل رسمي، وذكرت أن المبادرة تتضمن البنود الآتية: تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها مختلف الأحزاب، انسحاب المسلحين من العاصمة صنعاء وجميع المدن،
نقل جميع الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الصواريخ الباليستية من الحوثيين والقوات المتحالفة معهم إلى طرف ثالث لم يتم الإفصاح عنه، الامتناع عن تهديد دول الجوار والممرات المائية الدولية، حظر نشر الأسلحة في الأراضي اليمنية وعلى الممرات البحرية الدولية. أما في إطار ردود الفعل فقد أعلنت الحكومة الشرعية موافقتها على الخطة بشكل مبدئي، أما ميليشيا الحوثي والمخلوع فقد أعلنت أنها ستتعامل بإيجابية مع أي مبادرة، لكنها أكدت في الوقت ذاته على رفض تسليم الأسلحة الثقيلة وعلى رأسها الصواريخ الباليستية. أما دول الخليج فقد أكدت دعمها لمبادرة كيري وللجهود التي يبذلها ولد الشيخ لمحاولة استئناف المسار السياسي للأزمة. نعم، عودة إليك من جديد دكتور أحمد الدباعي. لا أدري إذا كنت تسمعني الآن، كان سؤالي لك حول مدى اعتقادك بأن هذه مبادرات كيري أو أي نوع من هذه من هذا القبيل من المبادرات يمكن أن تفضي إلى سلام في البلد. نعم، إذن أعود إليك الدكتور أستاذ نبيل حيدر إلى أن يتم معالجة المشكلة مع ضيفنا الدكتور أحمد الدبعي. نعم دكتور نبيل حيدر، لماذا لم نسمع موقفا صريحا وواضحا بالنسبة للإنقلابيين فيما يتعلق بمبادرة كيري؟ الموقف واضح وصريح من قبل المجلس السياسي، المجلس السياسي وأيضا القوى التي تقف خلف المجلس السياسي موقفها واضح جدا من هذه المبادرة. هي قالت أنها ستتعامل مع هذه المبادرة بإيجابية عندما يتم وقف كامل الأعمال العدائية وكافة الأعمال العسكرية، وهذا شيء طبيعي أن يتم، خاصة أننا مررنا بتجارب سابقة، كان هناك تفاوض وكانت الطيران السعودي لا مستمر في القصف، مستمر في ارتكاب المجازر، مستمر في تدمير البنية التحتية، بالإضافة إلى مرتزقة العدوان مستمرة أيضا في أعمالها، بل أنها حاولت في أكثر من مرة وخلال جولات التفاوض خاصة كويت واحد، حاولت أكثر من مرة التوسع والخروج عن الأماكن التي هي موجودة فيها، حاولت أن تشن عمليات عسكرية واسعة ومع ذلك فشلت. هذه من أهم الشروط، يعني السلام هو عكس للحرب، والحرب هي عبارة عن إطلاق نار. نعم سيد نبيل، لكن الجولات السابقة وأنت تحدثت عنها الآن أثبتت العكس سيد نبيل. يعني شهدنا في المرحلة السابقة حالة من الهدنة التزم بها طرف التحالف، وفي الجانب الآخر لم تكن قوة المخلوع وميليشيا الحوثي قد توقفت في حربها سواء على الحدود أو حتى في حربها الداخلية على المحافظات في البلد، وهذا طبعا بشهادة اللجان المحلية التي كانت مشرفة على هذه الهدنة. لنكون منطقيين، أولا لا توجد أطراف محايدة تشهد بهذا الكلام، كل الأطراف التي تشهد بهذا الكلام هي طرف العدوان ومن يقف معه. بالنسبة للجان التهدئة فقد قصفت أكثر من مرة على يد طيران التحالف، ولا أدري كيف أن يتم الاتفاق على تشكيل لجان تهدئة وعلى أن تمارس مهامها في الميدان ثم يتم ملاحقتها بالطيران وأحيانا ملاحقتها عبر مجاميع على الأرض، فهذا الكلام غير صحيح بالمرة. ولكن وفي كل الأحوال يجب أن تكون هناك حلول عقلانية، حلول قابلة للتطبيق. هذه الحلول ليست مبنية على الكيدية وليست مبنية أيضا على اختلاق الأعذار والبحث عن مبررات لاستمرار القصف بالطيران أو غيره. نعم سيد نبيل، بالنسبة للقصف الطيران، نعم سيد نبيل لأنتقل أيضا، نعم دعني أنتقل أيضا للضيف الآخر. بالنسبة لقصف الطيران، الجميع شهد بتوقف قصف الطيران، وربما أنت الآن في صنعاء وسكان صنعاء يسمعوننا الآن ويعرفوا بأنه خلال مشاورة الكويت توقف قصف الطيران كليا. دعني أنتقل الآن إلى ضيفنا من اسكتلندا الدكتور أحمد الدبعي. كنت أسألك حول هل الصورة واضحة بالنسبة لك فيما يتعلق بمبادرة كيري، وهل يمكن فعلا لمبادرة من هذا النوع أن تحل الأزمة في البلد وتفضي إلى تسوية سياسية؟ أولا شكرا جزيلا لقناة بلقيس لإتاحة الفرصة في هذا المساء. تسمعوني؟ هل تسمع الصوت؟ نعم أسمعك دكتور أحمد، تفضل.
لن نتكلم الايفون يعني. عموما بالنسبه لمبادره كيري، انا قرات المبادره ولو انه حتى الان لم تصدر بشكل رسمي من الولايات المتحده الامريكيه، لان المبادره هي يعني بشكل عام هي محاوله لتحفيز العمل السياسي في اليمن لحل الاشكال. لكن انا ارى ان المبادره بحد ذاتها لم تنظر لعمق المشكله حتى الان، ويبدو ان الولايات المتحده الامريكيه كسياسه لاوباما في الفتره الاخيره هو قد ادار ظهره للشرق الاوسط برمته. وعندما تتدخل الان الولايات المتحده الامريكيه بمبادره اراها انها مبادره غير مكتمله، او انها لم تفهم بشكل عميق الازمه اليمنيه. رايت ان هناك عده نقاط يمكن البناء عليها، ليس ذلك السوء، ولكن ما زلنا نتحدث عن طرف ثالث وطرف رابع وما الى ذلك. اعتقد ان انا من وجهه نظري الشخصيه كمتابع للوضع السياسي اليمني ان امكانيه احلال السلام في اليمن يجب ان يكون اولا عن طريق مصالحه ذاتيه يمنيه خالصه، وان طرف الميليشيات الحوثيه ومن والاها يجب ان يخضعوا اولا لقانون السلام، ويجب ان يؤمنوا ان هناك 30 مليون يمني طالت معاناتهم. تصرف الميليشيات حتى الان نعم سيد دكتور أحمد، كان قد تحدث ضيفنا من صنعاء بأن الطرف الانقلابيين قد أبدوا استعدادا للتعامل مع هذه المبادرة شريطة أن تتوقف ضربات التحالف عليهم. والله أنا من وجهة نظري هذا شيء طيب بداية يمكن البناء عليه، لكن في الفترة السابقة رأينا توقف الطيران التحالف، ورأينا قصف المدنيين في مدينة تعز، رأينا قصف بشع لمدينة تعز وقتل الناس في نفس الوقت الذي كان الطيران متوقف. هذا لا يعني أننا أشجع يعني لاستمرار القصف الجوي على اليمن، ولكن يبدو أن ميليشيات الانقلاب في اليمن هي قد آمنت بشكل كبير وعميق بأن الخيار العسكري هو خيارها المفضل. حتى الآن لا أرى مبادرة حقيقية أو خطوات ملموسة على الأرض تؤكد أن ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح تتجه للقبول فعلا بالذهاب الى سلام عاجل، سلام حقيقي يوقف هذه الحرب العبثيه الظالمه في اليمن التي يعاني منها الشعب اليمني. نعم، دعني أنقل هذا السؤال للسيد نبيل حيدر من صنعاء. يعني يتساءل السيد الدكتور أحمد الدبعي حول لماذا لا تقدم طرف الإنقلابيين بمبادرة حسن نوايا، يعني تبدأ بإيقاف حربهم الداخلية على المدنيين في اليمن حتى نشعر فعلا بأنهم قادون في الذهاب إلى السلام. يعني أنا ممكن أتكلم بالبلدي وأقول أنتم اضمنوا التحالف وأطراف المرتزقة الداخلية، وأنا أضمن لكم الحوثيين وما تسمونه بميليشيات المخلوع. المسألة تحتاج إلى بعد نظر، ولا تحتاج إلى تخندق حول المواقف وأيضا حول القناعات المبنية مسبقا. نحن بحاجة كما ذكر ضيفك الدكتور أحمد الدبعي، كما ذكر نحن بحاجة فعلا إلى مصالحة داخلية، وعندما نتكلم عن مصالحة داخلية فيجب أن نبحث عن أدواتها وكيف يمكن أن تنفذ وكيف يمكن أن تتم. وهذه المصالحة الداخلية واحدة من أسسها الرئيسية أن يكون هناك اقتراب من القطب اليمني، بمعنى أن يكون هناك اقتراب من كل ما يمثل اليمن، والابتعاد عن التحالفات الخارجية والاعتماد على الخارج. بالنسبة لأن لتوقف قصف الطيران كليا، فهذا للأسف أكرر مرة أخرى، لم يتوقف قصف الطيران كليا. وعندما نتحدث عن التوقف في مرحلة كويت ومفاوضات كويت واحد، فنحن نتحدث عن عموم أنحاء اليمن، ولا نتحدث عن مدينة صنعاء التي خضعت أيضا ضمن اتفاق التهدئة لأشياء معينة تتعلق بالتهدئة في الحدود وتتعلق بالتهدئة في صنعاء وغيرها. لكن القصف الطيران لا زال مستمر حتى الآن ولم يتوقف لحظة. لدينا كانت فترة 10 أيام قبل انطلاق كويت واحد، كانت فترة اختبار لم يلتزم التحالف بها، وبالتالي أيضا لم تلتزم الأطراف الموالية للتحالف لتحالف العدوان بهذه بأعمال التهدئة. لنقول أو لنتحدث عن وضع جديد. الوضع الجديد الذي أمامنا الآن يجب أن يبنى على خيارات
الدكتور أحمد تكلم كلام جميل عن أن المبادرة كيري وغيرها تؤسس لأشياء، نحن نبحث عما يؤسس لهذه الأشياء. هناك بعض السياسيين يتكلم بكل وضوح أن مبادرة كيري ليست كاملة، ليست واضحة، أنا لا أراها مبادرة تخدم اليمن، لكننا في شق آخر نرى أنها قد تشكل مدخلا لعودة المفاوضات تحديدا. بالنسبة لما ذكرتموه حول أن الجيش واللجان والأطراف السياسية التي تقف خلف الجيش واللجان لا تؤمن إلا بالخيار العسكري، فهذا كلام أيضا فيه مجافاة للحقيقة. في نعم الكويت نعم واحد كان هناك نعم تفاوض حقيقي. إذا كان مجافي الحقيقة الواقع هو الواقع. نعم سيد نعم نبيل، الواقع هو الذي يؤكد ما إذا كان هذا الطرح حقيقي أو لا، وقد سبق ذلك يعني نقاط سميت بنقاط بناء الثقة والنقاط الخمس، جميعها لم يلتزم بها طرف الإنقلابيين. جزء واحد من هذه النقاط إطلاق المختطفين اليمنيين، لا أتحدث عن مختطفين لهم علاقة حتى بما تسمونه بالعدوان، يعني كيف يمكن أن نذهب مع هذا الطرح بأنه يمكن أن يكون جادا وعمليا في الوقت الذي لا نرى على الأرض أي شكل أو وجه من أوجه الجدية في الذهاب لحل سياسي؟ والله يا سيدتي نحن نذكر ونعلم تماما أنه نعم. ألو؟ نعم أسمعك سيد نبيل. نحن نذكر ونعلم تماما أنه في مفاوضات الكويت الأولى كان هناك وضوح وكان هناك طرح للعديد من القضايا، منها ما يسمى وما يعرف بقضايا المعتقلين، وهذه القضايا خضعت للتباحث وخضعت للتفاوض وكانت واضحة، وقدم من طرف الوفد الوطني قدمت قوائم بأسماء المعتقلين والأسرى وغيره، وكان ينتظر من الطرف الآخر أن يقدم قائمة مماثلة، ولم ينجح الطرف الآخر في تقديمها باستثناء خمسة أسماء تقريبا. لكن هناك شاهد في تعز حصلت بين ميليشيا أبو العباس وبين الجيش واللجان، حصل تبادل مباشر للأسرى والمعتقلين، وكانت تلك الحالة تشكل إيجابية وحالة كان ينبغي أن يبنى عليها وأن تتحول إلى ظاهرة، وهي تأتي في ضمن التعامل الداخلي المباشر. لكن نعم نعود مرة أخرى، لا لكن في إذا ما توقفنا عند ملف المختطفين تسمى. نعم لا أدري، أن تتحدث الآن عن وقائع لا أحد يعرفها، يعني لا أدري من أين مصادرك حولها، حول بأنه تم تسليم كشوفات من قبل جانب الإنقلابيين والعكس صحيح، يعني كنا نحن دائما نتابع المؤتمرات الصحفية لولد الشيخ وكان يتحدث عن تقدم في هذا الملف مع معرفة الجميع بتعنت الإنقلابيين فيما يتعلق بعشرة آلاف يعني مختطف بينهم قيادات كبيرة في الدولة ذكروا بالاسم في القرار الأممي 2216. دعني أتحول على سيرة القرار 2216 سيد دكتور أحمد الدبعي، هناك من يقول بأن هذه المبادرة مبادرة كيري بشكل أو بآخر تفرغ القرار الأممي 2216 من محتواه وأنها في أحسن الأحوال تلتف عليه أيضا بطريقة أو بأخرى. أنا أتفق مع كثير من ما طرحتي في هذه النقطة بالذات. نعم هناك حقيقة قرار واضح 2016 في الشأن اليمني، وكنا لا نحتاج لمبادرات لا من ابن ولد الشيخ ولا من كيري ولا من غيره، هناك قرار واضح خرج من الأمم المتحدة وكانت آلياته التنفيذية أيضا واضحة، ولكن في الآونة الأخيرة رأينا بدلا من الضغط على ميليشيات الحوثيين وعلي عبد الله صالح تقوم الأمم المتحدة بإصدار المبادرة ألف والمبادرة باء والمبادرة جيم هناك لغط، هناك هذا لا يساعد اليمن لحل مشاكل حقيقة. هناك قرار دولي خرج من تحت البند السابع يجب تنفيذه، واضح جدا القرار، لا أعرف مدى لماذا الأمم المتحدة تصر والجانب الأمريكي يصرون أو المجتمع الدولي يصرون على إصدار مبادرات أخرى وأخرى تربك المشهد السياسي وتعطي مزيد للاقتتال في اليمن حقيقة، وتعطي مساحات واسعة للميليشيات الحوثي لارتكاب المزيد من الحماقات في تعز مثلا وفي بعض المحافظات. سمعت ضيفك الأخ الكريم يتحدث الآن قبل قليل ويسمي من يدافع عن تعز يسمي ميليشيا ويسمي الحوثي وقطيعه القادم من أعالي
الهضبة يسميهم باللجان. تجد تسمية الأمور بمسمياتها. إذا أردنا أن نخرج من هذا المأزق اليمني الحاصل الآن يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها. تعز لم تعتدي على أحد حقيقة. ثم نسمي من يدافع عن المدينة ميليشيات، ومن يأتي من خارج المدينة ليقصفها نسميها لجان وجيش. نعم نعم سيد نبيل حيدر، كيف يمكن أن ترد على مثل هذا الطرح وهو واحد من أبرز المشكلات التي يعاني منها ملف البلد، وعدم تسمية الأمور بمسمياتها وخلط الأوراق والتضليل فيما يتعلق بكثير من التسميات وتحميل حتى الأطراف المعرقلة باسمهم كما حدث في مبادرة الكويت أخيرا؟ يعني تحدث الدكتور أحمد الآن عن ما أسميته أنت بالميليشيات، وأنت تتحدث عن مقاومة في مدينة تعز، المقاومة المرابطة داخل المدينة، فيما تحدثت عن من اعتدى عليها من خارج المدينة باللجان الشعبية. يعني ماذا ذهبت اللجان الشعبية لتفعل في تعز؟ يعني نحن وكل منا يستخدم المسميات والمصطلحات التي يتعامل معها ويرى أنها تمثله. نعم نريد منك أن تفسرها لنا. نحن أتكلم عن تعز فقط. نعم أنا أتكلم نعم. نحن نستوعب هذه المسميات التي تستخدمونها، لكننا فقط نطلب منك تفسيرا. نعم سأكمل سؤالي وأترك لك المجال الإجابة. نحن نعرف تماما هذه المسميات وأطلب منك الآن تفسيرها لنا. أنا أتكلم عن اليمن ولا أتكلم عن هضبة ما هضبة. اتركوا المصطلحات هذه التي أوصلتنا بما اعتملت عليه من التحريض وغيره، أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه. يعني أزعجتك الكلمة ولم يزعجك الاعتداء على المدن؟ التزام بها أدت إلى ما أدت إليه حاليا، أدت إلى ما أدت إليه حاليا من هذا الوضع السيء الذي نعيشه. إذا كنتم تريدون أن نصنف ما يجري من أعمال عسكرية سعودية أنها أعمال إنجازية، وما يتعامل معها من أطراف داخلية لأنها أيضا تمثل الطرف الخير والآخر هو طرف شرير، فهذا موضوع آخر، وأعتقد أن موضوع الحلقة ليس هنا. نحن نتكلم عن خيارات سياسية ليتمسك كل منا بما يريد من مسميات. تعالوا إلى طاولة للجلوس عليها والتفاهم. أعود مرة أخرى إلى الحديث عن مفاوضات الكويت واحد. كانت هناك مفاوضات جدية وتوصل الناس إلى أسس، بل أنهم خاضوا في تفاصيل ووصلوا إلى تفاصيل عديدة كان يفترض أن يبنى عليها. بمجرد أن دخل الناس فيما يسمى بكويت اثنين كانت هناك مبادرة مختلفة تماما. سميت هذه المبادرة أممية فيما هي لم تكن ساطرة عن مجلس الأمن بقدر ما كانت ساطرة عن ولد الشيخ بعد أن عاد إلى الرياض وفرضتها الرياض عليه بدعم الأمريكان. نحن نتحدث عن ماذا نريد للمستقبل. إذا كنا نريد شيء للمستقبل فهو التفاوض. التفاوض يجب أن يبنى على أسس. هذه الأسس يجب أن تكون أولاً رغبة حقيقية في إيجاد السلام، مشاركة حقيقية من جميع الأطراف، مشاركة في ليس فيها لا ضرر ولا ضرار، ليس فيها أيضاً تعالي، ليس فيها أيضاً محاولات فرض عبر الاستقواء بالخارج وأيضا عبر الاستقواء بالداخل. طالما قد ذكرت الاستقواء بالخارج، كيف يمكن أن نربط الجولة المكوكية الوفد الانقلابيين إلى الكويت بعد إطلاق مبادرة كيري؟ نعم عفوا، كيف يمكن أن نفسر التحركات لوفد الانقلاب إلى العراق عشية إطلاق مبادرة كيري؟ ما هو الرابط بين ذلك؟ يعني هل إذا انطلقت مبادرة كيري أصبحت محدد رئيسي للناس وتحدد سلوكياتهم وحركتهم وتصرفاتهم؟ نحن نريد تفسير للعلاقة بين هذه التحركات. طبيعة الحال لابد أن هناك علاقة سياسية في التوقيت. أنتم تريدون أن توجدون علاقة سياسية، فلتكن هناك علاقة سياسية. نعم. إذا لماذا لا يتبنى الطرف الآخر الذي يطلق المبادرة وهو يتحكم بالقوة الكبيرة من خلال الطيران، لماذا لا يتبنى وقف طلعات الطيران وقصف الطيران حتى نقول أن هناك توجه حقيقي نحو السلام، فندين من ذهب إلى العراق وغير العراق؟ مقابل ماذا؟ مقابل أن يقدم خيار حقيقي أنه ذاهب أنه يبحث عن تفاوض جدي ونحو السلام. نعم دكتور أحمد الدبعي، هناك من يرى بأن هذه المبادرات وآخرها مبادرة كيري
كيري ليست سوى طوق نجاة للانقلابيين كلما ضاقت بهم السبل، سواء على صعيد الحسم الميداني العسكري في الميدان أو حتى على الصعيد السياسي الذي أصبحوا مكشوفين فيه أمام العالم في تعنتهم تجاه أي مبادرات وتسوية سلام، والتي أبدى فيها الوفد أبدى الوفد الشرعية في الكويت توقيعه وحسن النوايا لديه في الذهاب إلى سلام فيما تعنت طرف الانقلابيين. بالنسبة دعيني قبل ذلك أتطرق لقضية القصف الجوي. دعيني أذكر الأخ العزيز نبيل أن أول من استخدم الطيران كانت الميليشيات التي قصفت رئيس الجمهورية في أول سابقة في التاريخ أن يقوم طيران وطني بقصف رئيس الجمهورية في عدن. لو بقيت كانت الطيران، أعتقد أن الميليشيات كانت تستخدم الطيران ضد الشعب، وقد نرى أيضا برامج متفجرة كما يحدث الآن في سوريا. دعيني أعود الآن لمبادرة كيري كما وصفتي. هناك لغط كبير حول المبادرة، لا أستطيع أنا أحكم على نوايا الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أنا كإنسان أكاديمي أحاول أراقب وأسلل ما يجري على الأرض. الولايات المتحدة حتى الآن لا تحاول أن تفرض بقوة أو تجعل القرار الأممي يتخذ طريقه نحو التنفيذ، ساعة بتقديم بالضغط على ولد الشيخ بتقديم مبادرات، وساعة بتقديم هي مبادرات. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تفاجأت بموقف دول التحالف العربي، بحيث أنها اتخذت قرارا منفردا وذهبت إلى الحرب مع الميليشيات. هذا قد يكون لم يروق للولايات المتحدة الأمريكية، هذه قصة أخرى. لكن نعم أستطيع أن أقول أن هناك كثير من النقاط في المبادرات التي تطرح أراها أنها تتجاوز قضية الإدانة الواضحة لطرف الانقلابيين. فالحكومة، أنا عندي معلومات أن الأستاذ المخلافي رئيس وزير الخارجية المخلافي وقع على المبادرة التي أتى بها ولد الشيخ، لم الجانب الانقلابي لم يوقع على تلك المبادرة. بدل القول للجانب الانقلابي لماذا لم توقع ولماذا وتتم عملية الضغط على الجانب الانقلابي للتوقيع، ذهبنا للمبادرة كيري، وقد نرى مبادرة كيري واحد، كيري اثنين، كيري ثلاثة وما إلى ذلك. هناك حقيقة تلكؤ من المجتمع الدولي في إدانة الطرف الواضح المعرقل للاتفاقية أو للمضض في اتجاه السلام. الأخ تحدث عن نقاط يمكن البناء عليها. نعم كلنا نريد السلام في اليمن، لا أحد يحب يرى بلده تقصف يا عزيزي، ولا أحد يرى بلده تدمر بهذا الشكل المجنون. نحن دخلنا في حرب عبثية كان يمكن تلافيها، لكن الاستكبار والتقوي بالسلاح جعل منا يعني ذهبنا بنفق مظلم، تدمر البلد من أجل لا شيء. يا عزيزي من دمر مدينة سعيد؟ يا عزيزي من دمر مدينة عدن؟ ومن دمر الضالع؟ هل دمرت السعودية أم دمرت الميليشيات؟ يجب أن نكون واضحين. نحن قمنا بعملية تدمير ذاتي لليمن. نعم. ثم نتحدث الآن عن معتدي خارجي. القضية بيننا اليمنيين نحن. نعم، إذن هي قضية بين اليمنيين فيما بينهم. سيد نبيل حيدر، وكان قد ذكرك الدكتور أحمد بحرب الميليشيا التي أعلنتها تجاه المدن اليمنية بداية قبل أن تكون هناك طائرة التحالف، وقبل أن يتشكل حتى التحالف من الأساس. سيد نبيل، هناك تأكيدات من خلال تصريحات أممية بأن هذه المبادرة، مبادرة كيري، لا تختلف عن مبادرة التي سبقتها، وأنها تستند إلى المرجعيات الثلاث. وكما تعرف أن المرجعيات الثلاث تتعامل مع طرف صنعاء بطرف انقلابي مقابل طرف الشرعية. كيف يمكن أن نتحقق من أن الميليشيا سوف تسلم السلاح للدولة التي تعد طرف الشرعية بحسب المقررات الدولية؟
سأتجاوز عن النقاط من أجل الوقت فقط، ولأنها ليست محور الحلقة. نعم. التي تتحدثون فيها مثل موضوع حرب المدن وأول طيران ذهب إلى عدن وقصف جوار قصر المعاشي. أنا هي على أي حال ليست خارج الموضوع، هي حيثيات طبيعية لما وصلنا إليه الآن، وهي مقدمات طبيعية لما أوصلت إليه ميليشيا الوضع في البلد. تمام. وأنتم مقتنعون بحقائق معينة لديكم، وقد تكون حقائق وقد تكون غير حقائق، سأتجاوز هذا. أنا سأتكلم عن نقطة رئيسية. الخيار العسكري، هذا الخيار أثبت فشله على مدى أكثر من عام وقرابة العام والنصف، أثبت فشله تماما في إيجاد الحلول. إذا قلبنا وجنا بنظرنا فإن هذا الخيار فشل في سوريا، حتى لو تم استصدار قرار من مجلس الأمن بنصف اليمن كاملة فلن يتم تحقيق ما يريده البعض بما يسمى الحسم العسكري، الذي فشل فيه فشلا ذريعا هذا التحالف العملاق، هذا التحالف الكبير ومن يعمل معه. نحن نتحدث هنا عن ماذا نريد للمستقبل. المستقبل يجب أن يبنى على أسس، وأن تكون الأطراف اليمنية فاعلة. ما تسمونه بحكومة الشرعية هذه حكومة عميلة للرياض، تدار من الرياض وتدار أيضا من أبو ظبي، بل أنها حكومة أثبتت أنها لا تحترم أي أسس إذا كانت حكومة. والدليل التغيير الهامجي الذي تم عندما تم نقل رئاسة الحكومة من بحاح إلى بندغر بطريقة عبثية وبطريقة لم تعرفها أي دولة ديمقراطية في العالم. وعندما انتقلت الشرعية من الرئيس الشرعي هادي إلى محمد الحوثي، هل كان الأمر طبيعي وشرعي؟ يعني استفزكم نقل الحكومة من بحاح إلى شخص آخر، ألم يستفزكم نقل الشرعية والبلد بكامله من الرئيس هادي والحكومة الشرعية في البلد إلى ميليشيا مسلحة جاءت من صعدة؟ من قال أن نقل الحكومة من بحاح إلى بندغر استفزتنا؟ نحن نعلم أن هذه أنت تحدثت الآن بأن هذا نعم أمر غير مقبول. أتحدث عن حادثة، أنا أستشهد بحادثة معينة لطرف يسمي نفسه بأنه طرف شرعي. نعم، ونحن بالمقابل نستشهد. نعم ونحن بالمقابل نستشهد بحادثة أخرى أكبر. نعم، الدستورية في أي مكان في العالم. نعم، ونحن نستشهد بحادثة أكبر، وهي نقل البلد بكامله من شرعية رئيس منتخب شرعيا وبشكل مباشر في الداخل لميليشيا اقتحمت العاصمة بالسلاح وأسقطته ولحقته أيضا إلى مقر إقامته في عدن. يا سيدتي، هذه مسألة تحتاج إذا أردتم حلقة أخرى نتكلم فيها ونقعد حتى صباح الصباح نتجادل فيها. نعود مرة أخرى، دعينا في محور الحلقة أفضل لأننا سنتوه بهذا الشكل. نعود إلى مبادرة كيري وأي مبادرة أخرى. إذا كان اليمني يريد حل أيا كان اليمني، فعلي أن يلتقي باليمني. هذه هي خلاصة الحلول المطلوبة. عندما يلتقيان الطرفان من المؤكد أنهما سيجدان أكثر من طريق وأكثر من طريقة لإحلال السلام ولو مبدئيا. دعونا نتكلم عن إحلال السلام مبدئي، لكن استمرار العبث، استمرار الاستقواء بالخارج، استمرار أيضا تصوير الطرف الشيطاني والطرف الخيري والكذا، ولنقول من الجميع، هذا لن يؤدي إلى أي نتيجة. ليبيا تعيش واقع سيء، سوريا تعيش واقع سيء، العراق تعيش واقع شبه سيء أيضا، بل هو سيء، وهناك دول أخرى. والسبب أنهم وأن الجميع متمترس خلف القناعات وخلف المصطلحات وخلف المسميات التي يريدها. نحن نتحدث عن ماذا نريد للبلد في القادم. مبادرة كيري أتت لإنقاذ إنقلابيين، أتت لإنقاذ مرتزقة. دعونا من هذا الأمر، دعونا نتحدث عن هل هذه المبادرة ماذا يجب أن يبنى عليه منها ومن طيب خلالها. طيب سيد نبيل، يعني أنت تتحدث الآن، معذرة سيد نبيل، أنت تتحدث الآن وكأننا في بداية جولة مشاورات لأول مرة، يعني
أود أذكرك والجميع يعرف بأن المشاورات مضت عليها شهور، هناك جولات، وهذه إن كان فعلا مبادرة كيري ستأخذ وقتها في التفاوض ستتحول إلى فعلا جولة جديدة من المفاوضات، ستكون هي الرابعة. الجولة الأخيرة في الكويت أخذت أكثر من 130 يوما. تتحدث أنت الآن عن حلول سياسية، وكأن اليمنيون لم يحاولوا أو لم يذهبوا إلى هذه الحلول. يعني وأنا أذكرك أيضا باتفاق السلم والشراكة الذي تم التوقيع عليه تحت يعني فوهة السلاح، الذي أيضا تنصل عنه طرف الانقلابين. أنا أسألك الآن، ما هي الضمانات لأي حلول سياسية قادمة يمكن تكون عبر كيري أو غيره؟ يعني اتفاق السلم والشراكة أول من تنصل عنه هو من وقعهم على الحوثيين، أول من تنصل عنه هو الذي كان يدير الوضع في البلد كاملا وسمح للأوضاع أن تصل إلى ما وصلت إليه، ولديه أطراف يتحالف معه وهي راضية. اشتغلت على التحريض واشتغلت على قضايا عديدة، من دماج إلى عمران إلى صنعاء إلى غيرها، تفرجت ورفعت الشماعات ورفعت المشاجب لكل ما يدور، تحدثت عن قضايا وعن أوهام لأنها كانت تريد أن من هي هذه تعزز وجودها وتعزز وجودها في النظام وفي السلطة بطرقها. أنت تعودين إلى الماضي يا سيدتي، وهذا يا سيد نبيل، نحن نتحدث الآن عن سلسلة من الجولات وصولا إلى ما وصلنا إليه. لا يمكن أن نتحدث عن المستقبل الذي كررته أنت أكثر من مرة دون الحديث والرجوع للماضي وحيثيات. قولي لي ماذا دار فيها، ما الذي جرى، لماذا أخذت مكويت واحد 130 يوما، ما هو السبب؟ نعم، لماذا؟ أنا سألتك هذا السؤال، وسألتك أيضا ما هي ضمانات عدم تكرار مثل هذه التجربة. أنا أسألك أنت اللي أنت، لا أدري أنت تسألني أم أنا اللي أسألك. هذه الفترة خضعت لنقاشات تفاصيل كثيرة، نعم، وكانت المفاوضات تدور مع المجتمع الدولي. وفد الرياض لم يكن يذهب سوى لشرب الشاي والعودة وينتظر، نعم، التوجيهات وينتظر ماذا سيقول له السفير السعودي. كان هناك حديث وكان هناك لنعد الى ما الى الاحاطه الى الاحاطه التي نعم قدمها. اذا سيد احمد دكتور احمد مباشره لمجلس الامن عقب انتهاء مفاوضات كويت واحد، وتحدث عن المعرقلين، نعم، وقد تحدث بان نعرف ما هي الحقيقة. نعم، في احاطه ولد الشيخ تحدث عن ان وفد الانقلاب هو الطرف الذي عرقل ورفض التوقيع على المبادره، مبادره الكويت، و يعني طلب باتخاذ موقف في مجلس الامن لولا موقف روسيا، نعم، لولا موقف روسيا مع الانقلابين الذي اوقف اي تقرير او اي احاطه تتعلق بالانقلابين فيما يخص تعنتهم في مفاوضات الكويت. دكتور أحمد الدبعي، إذن في ظل هذه دعنا نقول المراوغات السياسية التي مررنا فيها في المرحلة السابقة، والذي يريد الانقلابيون القطع معها حتى أن مجرد الحديث عنها يستفزهم، كيف يمكن أن نذهب خطوة إلى الأمام في ظل حتى عدم تعرض المعرقلين للتسوية السياسية لأي عقوبات دولية تجعل من جولات قادمة جادة وصارمة بين جميع الأطراف؟ شكرا. بالنسبة للخطوات للأمام، قبل ذلك أحب أن أضع النقاط هنا على الحروب. أولا بالنسبة للجانب الانقلابي، هو لا يتحرك حقيقة. دعينا نتحدث بصراحة، الجانب الانقلابي بيّن أن هناك تواصل مباشر بإيران، وأن الجانب الانقلابي أصبح مجرد لاعب في الساحة بأيادي إيرانية. هو يذهب إلى مسقط لتلقي الوحي الإيراني في مسقط بكل صغيرة وكبيرة، ونحن نتابع ذلك. فعندما يتكلم عن الشرعية أنها تلجأ إلى السعودية وما إلى ذلك، وكأن الانقلابيين هنا هم الملك الطاهر المطهر، أنهم يتحدثون باسم الوطن الجريح، هذا كلام فارغ. إيران تتحدث بشكل واضح وتقول أن الحوثيين يمثلونها هنا. دعونا نكون حتى نتجه بخطوات إلى الأمام. يجب كما قلت في بداية الحلقة، يجب أن نثق بأنفسنا نحن اليمنيين. نحن سنعيش في هذا البلد إلى أبد الدهر، هذا بلدنا. يجب أن نثق أولا بأنفسنا بقدرتنا على صنع السلام. السلام له رجال، السلام أعود وأكرر وأقول له رجال، ويجب أن نرتقي إلى مستوى من يصنع السلام. الخطوات للأمام، يجب أن تثبت ميليشيات الحوثي أولا أنها جادة في السعي نحو السلام. هناك آلاف المعتقلين المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة، اعتقلتهم من بيوتهم مثلا الأستاذ محمد قحطان وغيرهم من السياسيين،
لم يكونوا جنرالات. نعم، والأهم من ذلك أيضا بأن بتأكيدنا بأن المشكلة ليست مع ميليشيا الحوثي ولا مع أي أطراف في البلد، وإنما مع السلاح الذي يحملونه ويستخدمونه. نعم، 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 لتقويض نعم. الدولة. نعم، سؤال أخير لك أستاذ نبيل حيدر، هل سيتم تسليم السلاح للدولة وهو شرط الموضوعي لنجاح أي حل سياسي في البلد؟ عندما تكون هناك دولة سيكون هناك تسليم سلاح، ويجب أن يكون التسليم من كل الأطراف. نعم نعم. السؤال الأخير أيضا لك الأستاذ دكتور أحمد الدبعي، إلى أين ترى بأن الأيام القادمة تذهب بنا مع استمرار هذه المراوحات في على صعيد الخطاب السياسي أو حتى على صعيد الممارسة السياسية لطرف الإنقلابيين؟ للأسف الشديد يمكن القول أن حتى الآن لا أرى هناك نية خالصة أو نية صادقة من جانب الإنقلابيين في النظر أو في التوجه نحو السلام الحقيقي. سيظلون يقولون لمن نسلم السلاح، وأين الدولة، وأين ومتى ستخلق الدولة، وما من هذا الكلام. لا توجد نية حقيقية لبناء خطوات جادة نحو السلام. نأمل أن يدركوا أن هناك 30 مليون مواطن في اليمن بحاجة لسلام، أن يرتقوا بمستوى تفكيرهم إلى أبعد مما هو حاصل الآن. اختطفوا البلد ويظنوا أنهم خلاص البلد صار رهينة بيدهم، لا يفكرون بمعاناة 30 مليون مواطن، ولا يفكرون باقتصاد منهار، ولا يفكرون العلاقات بيننا وبين دول الخليج يجب أن تكون أخوية واستراتيجية من الناحية الاقتصادية، من كل النواحي. معاداة الجانب الخليجي بهذا الشكل وشحن الناس ضد السعودية وضد الخليج يجب، نعم هناك حرب، لكن يبدو يجب علينا أن نتجه الآن نحو السلام بدل معاداة الإقليم بهذا الشكل المشحون، بهذا الشكل المجنون حقيقة. نحن سنكون الخاسرين في اليمن. كيف برأيك، يعني كيف، ما هي آلية هذا الحل من وجهة نظرك؟ أنا أرى أن إذا لم الميليشيات الحوثية تتوجه نحو السلام وتؤمن بأنها ميليشيا وليست دولة داخل دولة، في الأخير نحن أخوة في اليمن، حوثيين وغير حوثيين. أأمل هذا نداء حقيقة، نداء من القلب خالص لكل الأطراف اليمنية بأن نتوجه حقيقة نحو السلام. الشعب اليمني يعاني كثيرا إلى درجة لا تطاق. لا نريد أن نلجأ فقط للسلاح لحسم الأمور. إذا كان هناك متسع من المجال السياسي الحقيقي الذي يقود فعلا لعملية السلام، يجب أن نمضي في هذا الطريق. إذا لم تكن هناك مساعي جادة في طريق السلام، فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وإنقاذ الشعب اليمني من هذه الميليشيات. نعم دكتور أحمد الدبعي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر سكايب من اسكتلندا، وأيضا كان معنا الصحفي نبيل حيدر من صنعاء. في ختام حلقتنا لهذه الليلة تقبلوا تحياتي، أنا أسوان شاهر، ومن الإعداد أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني البرنامج، في أمان الله.